السلام عليكم وأحييكم في قناتي الرأي Opinion on Discuss. اليوم بدنا نحكي عن طريقة كيف نشوف كيف نقدر نسوي 2 واتساب على جهاز واحد. طبعا احنا عنا هون هذا اللي ما عندي اياه هلا اللي حصور من عن طريقه سامسونج A51 وبقبل طبعا دوال كارت فيه كارتين جوا. هلا بنروح على الايشتلونج وهي الاعدادات ننزل لح اشي هيو حسب اللوجو طلعوا جوجل كونتو دان ارفايتري فونكسيون هذا ندخل عليه ننزل كمان لتحت تحت بيكسي شورتن هاي هالدوال ماسنجر بنشغلها هون بنختار ممكن نحط من هدول كل واحدة 2 كل واحدة 2 خلينا نسوي الواتساب مثلا هيقول لي اعملي له انستاليرن بعمل له بشتيتكت وبهيك بقدر احط هيا سواي كوبي هيوافق عليها نستوقن على كونتو كونتاكت أوسفال عشان أختار الأرقام اللي بدي إياها على الجديد لكن أنا بدي أرقام القديمة اللي جبت الواتساب من موبايل تاني نروح نرجع لورا نشوف هلأ شو صار هي دخل لي إياها وحط لي علامة عليها لو تلاحظوا نطلع برا ونشوف شو صار معنا نشوف هلأ هاي المجموعة تبعتنا هيو اشوف افتحه هون بعمل اجراءات الواتساب الطبيعية للاكاونت اللي كان عندي بكارت رقم وبكارت وبكل شيء تمام وبهيك بكون حصلت على 2 واتساب في طبعا رقمين مختلفين بجهاز واحد طبعا هون تكمل عادي كأنك بتسوي واتساب جديد هون بحط رقم الجديد تاني اللي انا بدي استخدمه ونكمل الاجراءات واهلا وسهلا فيكم نورتونا وشرفتونا